السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح بهما سائر جسده؟ هذا عند النوم، هذا ورد عند النوم أنه يقرأ السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما أقبل من جسده، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما الأوراد لا، ما ورد هذا كما أعلم. نعم.